تحضر مع الجزائر للقمة العربية إن شاء الله في الجزائر. مناسبة وجودنا هنا إن شاء الله فرصة للتعامل مع للتنسيق مع التلفزة الجزائرية، الإذاعة الجزائرية وهيئة البث، كيف ما هو المطلوب بالنسبة لهذه التغطية. الاتحاد يتولى تغطية مؤتمرات القمة، ولكن هذه الآن القمة في ملعبنا في مركزنا هنا في الجزائر، وبالتالي لازم نهتم فيها ونعد لها الإعداد الطيب.